العالم الرقمي وخاصة في مجالات التسويق والتواصل يعرف تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، خاصة بتأثير الذكاء الاصطناعي اللي اليوم اقتحم هذا المجال، وهذا كيطرح علينا مجموعة ديال التحديات، تحديات متعلقة بالتكنولوجيا، تحديات متعلقة بالموارد البشرية وبالكفاءات اللي غتشتغل في هاد المجال. القمة الإفريقية للرقمية في نسختها السادسة غتجي باش تحاول تجيب واحد مجموعة الإجابات على مجموعة التساؤلات اللي كاينة عند المعلنين وعند الماركات التجارية المغربية والإفريقية، غتجي كذلك باش تواكب هاد المقاولات في إطار التحول الرقمي اللي كيعرفوه خلال السنوات الأخيرة. كما قلت، في المحور الرئيسي والأساسي هاد السنة غيكون هو الذكاء الاصطناعي، وكذلك غنطرقوا لمجموعة من المواضيع ذات رهينية تتعلق بالتسويق في مجال الرياضة، التسويق الرقمي، غنتكلموا كذلك على مواضيع تهم مستقبل العمل وكيفاش غنوليو نشتغلوا مستقبلا انطلاقا من العمل عن بعد وكذلك وسائل العمل الجديدة، وطبعا مواضيع أخرى اللي كتهم المقاولات وكتهم الماركات التجارية اللي غتكون حاضرة في اللقاء سواء من المغرب أو خارج المغرب.